اهلا بكم في اخر فقره وهي الصحافه الدوليه، ومعنا فيها الاستاذ محمد المصري الباحث في العلاقات الدوليه. اهلا بك استاذ محمد. اهلا بحضرتك، مساء الخير لحضرتك والمشاهدين الكرام. الحمد لله على السلامه. الله يسلمكم. خلينا نبدا سريعا عن سد النهضه. موقع بيكلم عن سد النهضه وحلفاء السيسي، ما هو الموقع؟ نعم، تيلر ريبورت يتكلم انه the general confused in the renaissance dam negotiations where are the allies. يعني هو يتكلم انه الجنرال يقصد به من الصدمه بشان يعني النقاشات حول صد النهضه، ويسال اين هم الحلفاء. في هذا التقرير يتكلم الكاتب ان هناك حيره يقع فيها الرئيس السيسي او السيسي حيال ما موقف الحلفاء. يعني يفترض أن أكثر من يدعم السيسي في سياسته الآن داخل مصر وحتى في بعض الأدوار التي يقوم بها خارج مصر هم السعودية والإمارات. ولكن مفارقة أنه في قضية سد النهضة، مع كونها من أهم المواضيع التي تهم الأمن القومي المائي المصري والتي تهدد استراتيجيا موقع مصر وزراعة مصر والإنتاج يعني الزراعي المصري، وتهدد ملايين من المصريين بأن يعني يجلسوا بدون عمل وتتعطل أعمالهم. في هذا الموضوع المهم جدا واستراتيجيا بالنسبة لمصر دولية، يدفعون مصر دفعا للمشاركة فيها مع كونها غير مؤثرة كسد النهضة على الأمن الاستراتيجي القومي المصري. طيب الموقع ده بلد يعني بلده؟ نعم، البلد هذا الموقع أوروبي ويهتم بالمواضيع يعني التي تعالج الأمور الساخنة في الشرق الأوسط. تمام. طيب في نفس الإطار ده موقع برضو تاني World View بيتكلم على توقعات استخباراتية عن منسوب العلاقات. نعم، هذا موقع ستراتفور. أهمية هذا الموقع أستاذ محمد أنه موقع استخباراتي، بمعنى أن التقارير التي يقوم بنشرها تستخدم داخل أمريكا وتبنى عليها بعض السياسات. وهو من المواقع المهمة جدا. عنوان في هذا المقال The Grand Ethiopian Renaissance Dam is filling its reservoir. What's next؟ يتكلم عن أنه السد النهضة الكبير بدأ بملء يعني عملية الملء، فماذا هناك بعد؟ يتكلم أنه هناك توقع لدى القائمين على هذه الدراسات في هذا الموقع أنه ستكون هناك تصعيد أو سيكون هناك تصعيد في المواقف بين أثيوبيا وبين مصر في الأشهر الثلاثة القادمة. لماذا؟ نحن لو نظرنا الآن هناك نوع من الاضطراب، هل بدأت حقيقة عملية ملء السد أم لا؟ بدأت خلاص وأثيوبيا اعترفت. نعم، هي اعترفت ثم عاد وزير النهارده اعترفت رسمي. نعم، الحاصل هو كان يريد أن يقول وزير الري أنه الآن موسم الأمطار في أثيوبيا، وبالتالي الأمطار الطبيعية بشكل طبيعي تساعد في ملء الخزان. هذا التقرير يستند على أنه موسم الأمطار الغزيرة في أثيوبيا بدأ الآن في حزيران وسينتهي في أيلول. الآن يتصرف بقوة في الملف الليبي، هل سيذهب بقوة للدفاع عن أمن مصر القومي؟ ده في البي بي سي بقى أن مصر سيكون ردها سياسيا. نعم البي بي سي يعني بيقول أن تعلن مصر تعلن أن ردها سيكون على سد النهضة أهو سياسيا. نعم. سد النهضة يقول ما خيارات مصر والسودان بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدودة. في هذا يعني التقرير يتكلمون عن قضية أنه ما هي الاحتمالات التي قد تكون جراء انسداد أفق المفاوضات، لأنه كما ندري أن الوساطة الأمريكية فشلت. السيسي يعني جرب أن يلجأ إلى المجلس الأفريقي، ولكن حتى الآن ليس هناك وعود وليس هناك بشارات بالنسبة لمصر. يعني الموقف الدولي لا يدعم مصر، وخصوصا كما قلت لك انه وكما راينا في التقارير السابقه انه حتى اقرب الحلفاء لمصر لا يدعمونها، يفضلون ان يدعموا استثمارات داخل اثيوبيا ولا يقفون مع يعني مع مصر موقف واضح. في هذا التقرير يتكلمون انه نقل عن القيادات المصريه قولها انها ستحل موضوع اثيوبيا او سد النهضه بطريقه سياسيه، وكانه نوع من الاستباق بانه لن يكون هناك نوع من الصدام قدام مصر الا نعم. وأثيوبيا إذا نظرنا إلى المواقف الأثيوبية نرى أنها متعنتة فيما يخص السد، تعتبر أن قضية السد هي قضية أمن قومي أيضا، وتعتبر أنها مسألة حيوية ومشروع حيوي سيؤدي إلى زيادة إنتاج الطاقة، إلى زيادة تكنولوجيا الطاقة أيضا في أثيوبيا، سيؤدي إلى استثمارات كثيرة. ولا ننسى أن هناك دولا كثيرة منها أيضا السعودية والإمارات يستثمرون في هذا المشروع. ولذلك يعني في الوقت الذي يعني تثبت أثيوبيا على وتتعنت في موقفها، نرى أنه المسؤولين المصريين يخرجون ليقولوا بأنه ليس هناك إلا حل سياسي.
طيب بصرف النظر عن الاثار الاقتصاديه اللي موجوده في صحيفه القدس الجيش ولكن لا ياخذون بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي للدوله، الوضع الجغرافي الجيوبوليتيك نعم فقط توصيف للجيوش ولكن يقول بان هناك نوع من التكافؤ، ولو دخل الجيش التركي او الجيش المصري في صراع مباشر او في صدام مباشر مع الجيش التركي سيتاذى بشكل كبير وسيتاذى الطرفان، ولكن الجيش المصري سيكون يعني سيتحمل خساره كبيره. ويقول بان اكد مره ثانيه ده كلام دوتشيفيلا مش كلام حضرتك ولا كلامنا احنا، نعم عشان بس نعم. بعض الناس بتتخطط على الجمل من سياقها وتحطها. اذا الدوتشيفيلا ترى ان اذا دخلوا الاثنين الجيشين التركي والمصري في صراع سيكون هناك خسائر فادحه بالنسبه للجيش المصري، وهي لم تستثني الجيش التركي سيكون هناك خسائر ولكن الجيش المصري سيتكبد خسائر فادحه. وهي تشير في نفس الوقت في هذا التقرير انه هل حقيقه ما تدعيه مصر بانها تدخل الى ليبيا من اجل حمايه امنها امر واقعي ام من اجل امور اقتصاديه؟ لا ننسى ان المنطقه الشرقيه التي يدافع عنها السيسي هي غنيه بابار البترول ويعني وللافت نظر استاذ محمد ان المصلحة هنا ليست مصلحة مصرية مباشرة وإنما هي مصلحة سعودية إماراتية. يعني ليت هذا البترول هيروح لمصر نعم في الآخر نعم. هيروح للإمارات والسعودية. والسعودية وهناك تقرير ربما سنأتي عليه اللي هو بتاع مركز نيويورك للشؤون السياسية. نعم يتكلم خليل. كيف أن السعودية والإمارات يدفعان بقوة اللي هو ويقول ده. نعم وبنر رجاب كاوس إن ليبيا مرسنريز وار كرايمز أند فورين باورز. يتأتي السيسي انه انا اريد ان ادخل لكي احمي امن القومي المصري، فهذا هذه الزريعه تنتهي ويحقق الهدف بالسيطره على هذه الجغرافيا، ولكن ليس هذا المطلوب. السعوديه والامارات لا يكتفيان فقط بالسيطره على هذه الجغرافيا وانما يدفعان ليحصل اشتباك ما بين الجيش المصري والجيش التركي للنيل من الجيش التركي. نعم يعني هناك محاوله لتصفيه الحسابات بغض النظر عن الخسائر التي قد تصيب مصر من جراء هذا الصدام وهذه الحرب. يعني كأن السعودية والإمارات بيجدوا مسرح آخر للصراع مع تركيا بعد ما كان محاولة انقلاب عسكري داخل تركيا، الصراع داخل تونس، أيضا ليبيا أصبحت مسرح للصراع ما بين تركيا والسعودية والإمارات بتكاليف مالية فقط. هم لا يريدون أن يحاربوا لا بأبنائهم ولا بمواطنيهم وإنما بالمواطن المصري وبالجيش المصري وبالجندي المصري. هذه المفارقة في الوقت الذين هم يبدون هذا الحرص على مصلحة موضوع عندما تكلم عن العقوبات الأوروبية المزمعة حيال من يخرق حظر إرسال الأسلحة، وتكلم أن هناك أن أوروبا تغض النظر عن كل حلفاء حفتر ولكنها تريد الآن أن تسير هذه العاصفة في وجه تركيا. ولماذا تغض هذا النظر عن الأسلحة المقدمة من حلفاء حفتر؟ وفي هذا الموضوع تكلمت عن الأسلحة الإماراتية التي زودت بها حفتر مثل المسيرات الصينية التي أتت بها، تكلمت عن سلاح مدفعية قصيرة وبعض الضربات الجوية التي قامت بها سلاح الجو المصري بشكل مباشر داخل ليبيا في بعض الأماكن. طبعا هذا توقف مع دخول الجيش التركي أو الدعم التركي إلى حكومة الوفاق والذي أدى إلى قلب موازين المعركة بشكل كامل. أيضا تكلمت عن وتساءلت عن موضوع طائرات رافال التي قامت بضرب منظومات الدفاع الجوي الأمريكية القصيرة المدى في قاعدة الوطية في غرب ليبيا أيضا، لأنه حتى الآن هناك يعني ضبابية حول من قام بهذا القصف، ولكن الثابت أنها يعني طائرات رافال التي الفرنسية التي تملك قدرة على المناورة بشكل كبير وتستطيع أن تقصف أهدافها بدقة من علو مرتفع جدا جدا اللي عند مصر. نعم. اللي موجود عند نعم. مصر. نعم. لكن ما قالتش لم يذكر مثلا فرنسا 24 مواجهة ستؤدي إلى أضعاف الجيش المصري بشكل كبير. طيب أنا عندي سؤال هنا بكتبه لحضرتك بمناسبة الكلام ده اللي استخلصته كده من كلام حضرتك أو من المواقع دي، أن يبدو أن ليبيا أصبحت مسرح للصراع التركي السعودي الإماراتي الأوروبي مع تركيا. نعم هو أستاذ محمد نحن الآن نشهد على المستوى الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط هناك صراع نفوذ بين هذه الدول. هناك يعني إذا صح التعبير هناك معسكر يضم السعودية والإمارات يستخدمون فيها الجيش المصري والنظام المصري، وهناك يعني هم يحاولون أن يحدوا من توسع النفوذ التركي في المنطقة. هذا النفوذ الذي يعني اكتسب مع الأيام ليس فقط لأنه قوي اقتصاديا أو عسكريا وإنما أيضا هناك قبول شعبي، يعني دورها في
في فيما يتعلق بخط الغاز. يعني ايضا هناك مسائل اخرى، يعني نحن ما نشهده الان على مستوى ما يحصل في سد النهضه. الان مصر عندما اعلنت انها لن تذهب الى اكثر من مواجهه سياسيه مع اثيوبيا، وفي نفس الوقت هناك تخلي دولي عن الحق المصري في هذا الموضوع، يعني هل سنشهد قريبا ضياع الحق المصري وسقوط مصر عن ما ستقوم به اثيوبيا؟ هذا سيضرب الامن القومي المصري، وفي المقابل حلفاء السيسي يدفعونه باتجاه اخر، الحل معركه الخطا. نعم. طيب الخليج اونلاين بتقول هل تدفع السعوديه والامارات السيسي لمواجهه تركيا في ليبيا؟ طبعا هو في نفس الاطار. نعم. لكن لدي سؤال، هل تكلمت الصحف والمواقع الاستخباراتيه الدوليه عن الدور الامريكي، خاصه بعد اتصال ترامب بالامس مع السيسي حول عدم التصعيد والثبات عند هذا الموقف؟ هل في حد تكلم عن موقف الدور الامريكي قصدي في القضيه دي؟ طبعا نحن الان استاذ محمد لو نظرنا الى او تابعنا المواقف الدوليه لوجدنا ان امريكا منزعجه كثيرا من تمدد الروسي الى ليبيا. يعني هي عندما كان هناك صراع ما بين حكومة الوفاق وبين حفتر ومدعوم من الإمارات والسعودية ومصر، هي كانت تعتبر أن كل هؤلاء يدورون في فلك السياسة الأمريكية، ولكن دخول روسيا إلى ليبيا استفز الأمريكان، والآن رأينا أن الأمريكان نشطوا من نفوذهم أو من حركتهم السياسية داخل ليبيا. ولكن المفارقة أن الأمريكان اعتمدوا الأتراك كمدخل للتحرك السياسي في ليبيا، يعني وكأنه يعني الأتراك بالوكالة عن أمريكا. نعم. فلذلك البعض قرأ أنه تراجع السيسي عن كلامه وربما تقاعسه عن أعطاء وعد بالتدخل العسكري المباشر كما أشرنا، وهذا ما لمسه شيوخ القبائل، مرده إلى قراءة صحيحة للموقف الأمريكي بأن الموقف الأمريكي الآن موافق على تمدد تركيا في ليبيا وعلى الدخول إلى ليبيا ومصادمة الأتراك، هي إلى حد ما تنازع السياسة الأمريكية في ليبيا. لذلك نعم، ما سألته حضرتك كان مهم جدا لو أردنا أن نفهم المشهد الليبي بشكل واضح. الآن الأمريكان ربما قد يكونوا اعتمدوا التركي كلاعب أساسي في السياسة الليبية بديلا عن أمريكا. نعم. وبالتالي هذا سيؤدي إلى ضعاف الموقف المصري بشكل أكثر، وربما لو دخل الجيش المصري وحصل صدام مع التركي ربما لن تسمح أمريكا بأن يتفوق الجيش المصري أو يحقق أي انتصار على الأتراك. طيب سؤال الأخير خالص، يعني وعشان الوقت خلص للأسف، من له مصلحة في كسر الجيش التركي والجيش المصري؟ نعم. هذا سؤال مهم جدا، لأنه الآن كما أسلفت لك أن هناك معسكر الآن تقوده السعودية والإمارات، هذا المعسكر الآن يشتغل على ألا تتمدد تركيا أو لا يتمدد النفوذ السياسي التركي في منطقة الشرق الأوسط. ده جميل، ماشي، ما فيش مشاكل في ده، مشروع. الآن كما أسلفت لك أن هناك معسكر الآن تقوده السعودية والإمارات، هذا المعسكر الآن يشتغل على ألا تتمدد تركيا أو لا يتمدد النفوذ السياسي التركي في منطقة الشرق الأوسط. ده جميل، ماشي، ما فيش مشاكل في ده، مشروع. نعم. لكن من له مصلحة في كسر، في التقاء جيشين بهذه القوة وكسر الاثنين؟ أنا في رأيي، برأيي المتواضع، أن السعودية والإمارات أيضا لهم مصلحة في هذا الموضوع. من مصلحة؟ وهذا نعم، الآن كسر الجيش التركي إذا حصل، نحن لا ننسى أن التمدد النفوذ السياسي التركي في المنطقة كان نتيجة أن تركيا انتزعت هذا الدور انتزاعا، هي لم تحصل عليه بموافقة دولية، وإنما انتزعته انتزاعا بالقوة العسكرية. لا ننسى ما حصل في شمال سوريا في إدلب، وكيف استطاعت المسيرات التركية التي دخلت الآن على خط الصناعات التركية الحديثة للأسلحة أن تغير الواقع الميداني، وكيف أيضا استطاعت هذه المسيرات نفسها أن تضرب المنظومة الدفاعية الجوية الروسية التي تعتبر من مفاخر البانسير أسوان، والتي يصب في مصلحة إسرائيل. ويعني انتهت، يعني نحن لا ننسى أنه الآن يعني العلاقة بين تركيا وبين إسرائيل ليست في أفضل أحوالها. صحيح. بل هي تسير يعني بشكل يعني تراجعي إلى الخلف. وأيضا حتى مع وجود نظام كنظام السيسي الذي يعني يؤمن لإسرائيل كل ما تحتاج إليه وينسق بشكل كامل، وآخرها كان تنسيق بين الجيش المصري والجيش الإسرائيلي في استقدام أو استجلاب ضربات إسرائيلية مباشرة في سيناء. بغض النظر عن هذا الموضوع، ولكن هم يقولون، يعني الإسرائيلي كيف يفكر، بأن نحن الآن نعم نضمن الجيش المصري بوجود السيسي، ولكن ماذا لو ذهب السيسي؟ صحيح. وجود جيش مصري قوي هو دائما تاريخيا كان يقلق إسرائيل. مزبوط. فلذلك ضرب الجيش التركي وضرب الجيش المصري سيؤدي إلى ضرب عصفورين بحجر واحد. مزبوط. بالحجر السعودي والإماراتي لصالح إسرائيل. بشكر حضرتك جدا الأستاذ محمد المصري الباحث في العلاقات الدولية. شكرا لحضرتك. لعل العقلاء، إن كان في عقلاء، يستمعون للكلام الأخير اللي ذكره الأستاذ محمد، أن الأجندة الصهيونية هي الوحيدة اللي من مصلحتها
ضرب جيشين قويين كبيرين زي الجيش المصري والجيش التركي، ويدخلهم في صراع قد يمتد سنوات طويلة، ربما والاثنين هيخسروا مؤكد يعني، لأن في الآخر هذه المعارك لا يوجد فيها منتصر ساحق أو مهزوم ساحق، هذا ما تؤكده المواقع الدولية. لكن الوحيد الرابح من هذه المأساة هو الجيش الكيان الصهيوني، وده الحياة بتحركه بأموال وأصابع عربية إسلامية هي السعودية والإمارات. إلى هنا انتهت الحلقة، وكرر الشكر للأستاذ محمد المصري الباحث في العلاقات الدولية، وكرر الشكر لحضراتكم، إلى أن ألقاكم في حلقة غد. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.